أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تصميم استخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة نتعلم كيفية تصميم ملصق المكان المراقب بالكاميرات بطريقة بسيطة واحترافية بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم الورقة إلى A4 من خلال نذهب إلى قائمة تخطيط، وطبعا الحجم نختار A4، نتأكد من الحجم انه يكون A4، وطبعا لابد انه يكون الاتجاه افقي، من خلال الاتجاه نختار افقي. الان من قائمة ادراج الصور راح نضيف صورة الكاميرا، وطبعا راح تكون هذه الصورة مرفقة مع هذه المحاضرة. الان من قائمة تنسيق التفاف النص راح نختار امام النص، راح نخلي صورة الكاميرا بهذه المنطقة. الان من قائمة ادراج اشكال راح نضيف شكل مستطيل، طبعا راح نرسم الشكل بهذه المساحة، ومن تعبئة الشكل راح نختار مثلا اللون الازرق، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الان من قائمة ادراج مربع نص راح نختار رسم مربع نص، وراح نكتب انتباه ونخلي علامة تعجب اللي هي شفت ورقم 1. راح نكبر حجم النص بهذا الشكل، وراح نختار فونت وليكن هذا الفونت، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. طيب راح نغير اللون إلى اللون الأصفر مثلا هذا اللون هذا الشكل. ممكن طبعا نغير الحجم يكون 100، وطبعا ممكن انه ينزل الشكل المستطيل بهذه المنطقة. ممكن طبعا نضيف ظل، نحدد النص ونروح على تنسيق تأثيرات النص ظل، ممكن نضيف هذا الظل يعطينا لمسة جميلة. جيد، ممكن طبعا نروح على تأثيرات النص، نجي الى المخطط التفصيلي، ممكن نضيف مخطط تفصيلي للنص بهذا الشكل، طبعا اختار هذا اللون، وطبعا ممكن نزيد بالسماكة، يعني نجي الى الوزن، ممكن نضيف وزن بهذه الطريقة يعطينا لمسة جميلة. طيب الان طبعا ممكن ناخذ نسخ لهذا النص من الصفحة الرئيسية، نسخ، وطبعا نضيف لصق بهذه المنطقة، وطبعا نكتب المكان مراقب بالكاميرات. جيد، الان طبعا فقط انه ننسق النص بهذه الطريقة. طبعا اذا لاحظ انه المساحة ما بين الاسطر كبيرة جدا، كنترول اي نحدد كل النص من الصفحة الرئيسية، تباعد الاسطر، نجي الى خيارات تباعد الاسطر، وطبعا ممكن نكتب 0.7، نجرب هذه القيمة جيدة نوعا ما. طبعا فقط انه يحتاج نضيف ياء حتى النص يكون مناسب. طبعا بامكاننا انه نكبر الحجم، ممكن يكون 120 او 110، وطبعا ممكن نحذف المخطط التفصيلي يكون بلا مخطط تفصيلي، وطبعا ممكن نغير اللون الى اللون الاحمر بهذه الطريقة، او حتى ممكن يكون اللون الازرق بهذا الشكل، ولو اللون الاحمر او الماروني افضل. اعتقد انه لو نحذف التأثيرات الظل يكون افضل، وطبعا ممكن انه نزيد بالارتفاع قليلا من خيارات تباعد الاسطر، ممكن يكون 0.8 اعتقد مناسب، وطبعا ممكن نرفع هذا الجزء، نحدد النص ونضغط على شيفت ونحدد المستطيل طبعا بالاتجاه بالكيبورد بهذه الطريقة وبهذا المكان. اعتقد النص كبير اصبح، ممكن 190 مناسب جدا. مثل ما نلاحظ اصبح عندنا ملصق احترافي وبسيط بنفس الوقت.